إن شاء الله راح نتكلم في درس مهم جدا، وهي الأمور التي قد تؤثر على ذرية المراهقات. طبعا نقص الوزن عند الولادة وارتفاع معدل الوفيات عند الولادة، نقص معدل أيضا الذكاء عند الوليد، وأن الحمل قبل 18 سنة يعتبر حمل عالي الخطورة، تم تصنيفه بهذا التصنيف. من أهم المشاكل التي تواجه المراهقة عند الحمل ارتفاع التوتر، وأيضا عسر الولادة، وعدم التناسب بين سعة الحوض وحجم الجنين، أيضا ارتفاع نسبة وفيات الأمومة، وتتفاقم المشاكل عند نقص الرعاية الطبية أثناء الحمل. أما الحمل خارج إطار الزواج يشكل مشكلة العار وسبب لرمي الطفل أو الإجهاض غير الشرعي ونقص الرعاية، طبعا كلنا نعرف هذا الشيء. من المهم استشارة الأخصائي المناسب في هذه المسألة التي تختص العوامل المؤثرة على البنت المراهقة بعد الزواج. إلى هنا انتهى الدرس، هذا أهم النقاط المهمة اللي تكلمنا عنها، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.